السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمري. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدموا واحد الموضوع ديال البطاطا، يعني البطاطا ايا كانت، الحلوة او العادية اللي كنشريوها من السوق العادية. القشور ديال البطاطا بالنسبة للأرانب مهمة ومهمة بزاف. انا ديما كنحاول انني نقدم لكم واحد يعني مواضيع ديال الساعة. بحال دابا فهاد الايامات راه البطاطا رخيصة في الثمن. انا ما كنقولش البطاطا الحلوه انها اذا كدير واحد 6 دراهم ولا 7 دراهم غادي تشريوها وتعطيوها للارانب، ما يمكنش، لان الارانب خصنا نعطيهم نطلعوهم يعني بواحد الثمن رخيص. ولكن الا شريتوا البطاطا لاحظوا انكم سمو غادي تحصلوا على القشور ديالها، قشور ديال البطاطا الحلوه. راه خصكم تعرفوا سمو هو البطاطا الحلوه بالنسبه للارانب، راهم كيبغيوها بواحد الطريقه جنونيه هذه البطاطا الحلوه. ولكن الطريقه باش نعطيوها لهم ماشي انني غادي نجيو وغادي نعطيوها لهم مباشره. لاحظوا انني سمو درت بيتها وخليتها تضل في الشمس، لاحظوا ان ما بقاش فيها الماء ديالها. يعني هاد الطريقه هذه خاصها تكون يعني يعني القشور ديال البطاطا خاصها تكون مجففه، يعني ما تعطيها لهمش وهي هنا نقولوا ملي كديروا لها هكا تلقاو فيها الماء، لان البطاطا كتكون فيها الماء. البطاطا سمو هي عباره عن نشا، يعني الناس اللي باغين يسمنوا الارانب ديالهم ممكن انها تعطي هاد القشور ديال البطاطس، ولكن ماشي بواحد يعني واحد الكميات كبيره كما كتشوفوا هنايا. انا تبعوا معايا، لاحظوا الارنب كيف سمو كيدير البطاطا الحلوه. هانتوما راه عاجبه بواحد الطريقه، يعني قلت لكم الطريقه جنونيه. هانتوما غادي نعطيه واحد شويه، هانتوما غادي نهز واحد شويه. ها هادو غير الصغار راهم كيبغيوها بزاف، اما الكبار راه ماشي غير كيبغيوها، راه ممكن انه يتقاتل معك باش يدير. هانتوما ها هو نعطي لها الذكر هذا، هانتوما شو سمو غادي يدير له، كيبغيوها بواحد الطريقه جنونيه. قلت لكم هي عباره عن نشا، الناس اللي باغيين يسمنوا الارانب ديالهم. انتما كاين شي ارنب ما تعطيه القشور ديال البطاطا وما يبغيهاش، ولكن الا بغيتيهم ما تضرهمش، وهي انكم انتما ما تعطيوها لهمش وهي يلاه عاد يلاه يعني قشرتوها وتعطيوها لهم. لا، خليوها واحد النهار، يعني تضل في الشمس. انتما انا كنجيب من هنا وكنعطيهم غير باش ما نكثرش عليهم، كنحاول نعطيهم غير شويه. انتما مازال نعطي النسوات الاخرين، ولكن هانتوما القشور ديال البطاطا هذه راها بايته، يعني ضلت في الشمس، هانتوما ما فيهاش الماء، هذه ما غاديش تضرهم ان شاء الله. القشور هادو ما تضرهمش، علاش؟ لانهم ناشفين. هاد البطاطا ها ناشفه، هي عباره عن نشا ولكن ناشفه. هانتوما هو الذكر هنايا غير شمها وراه يعني كيقول لي عطيني. هانتوما شوف شحال كيبغي. هانتوما قشور ديال البطاطا ما ترميوهاش، ولكن الطريقه باش نعطيوها لهم هي اللي فين كاينه المشكله. ان الا عطيتوها لهم ميد ما، هانتوما كتشوفوا تما راها ناشفه، هذه راها نتوما ناشفه، ولكن ما تكونش لاويه عاود. يعني الا خليتها من هنا للغدا غادي هاد البطاطا غادي 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 تلوى، هذه القشور ديال البطاطا ما غاديش تلقاوها كاع، غادي تلوى. اما بالنسبه لنهار واحد، انتما شوف كيفاش دايره، انتما ما فيهاش الماء ديالها ما بقاش فيها، يعني ناشفه. انتما كيفاش كياكلوها راهم كيبغيوها بواحد الطريقه شاريها للغايه. انتما ما غاديش تضرهم ان شاء الله، ما كتضرهمش الا درسوا طبقوا هاد الهضره اللي كنقول لكم. يعني ما تعطيهمش القشور ديال البطاطا يلاه قشرتوها وتعطيوها لهم، خليها تضل في الشمس الغد ليه وعطيوها لهم، ماشي مشكل، ما غادي تاديهم ما والو. بالعكس الناس اللي كيقلبوا على التسمين هذا هي الفرصه ديال التسمين. انا ديما كنقلب على المواسم، يعني اي موسم كنحاول نجيب فيه الحوايج اللي موجوده وممكن انكم تعطيهم الارانب ديالكم. وتا الحاجه منين تكون رخيصه شريوها واعطيوها للارانب ديالكم، ولكن بواحد يعني بواحد المقادير، ما تكثروش بزاف. ديما الحاجه الناشفه راه هي اللي كتكون صادقه، الحاجه اللي كتكون يعني ميد ما هذيك اللي كدير المشكل. اذا الحلقه ديالنا هي هذه ديال النهار، النشا ثم النشا بالنسبه للارانب، راها مهم بزاف. القشور ديال البطاطس، اما البطاطس العاديه او البطاطس الحلوه.
راهم كيبغيوها بواحد الطريقه جنونيه. حاولوا انكم ما ترميوش القشور ديال البطاطس وتعطيوها لهم، راها عباره عن نشا وان شاء الله غادي تفيدهم. الحلقه ديالنا راه سالات، الناس مازال ما شاركوش معنا، يشاركوا معنا. قناه جميله غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، وانا كنعتبركم العائله ديالي. كنرحب بالتعاليق ديالكم والاستفسارات، اي واحد بغى شي استفسار على الارانب ديالو انا كنرحب بكم، ومستعد انني نجاوب على التعاليق يوميا ان شاء الله، راني متفرغ لكم. وكنشكركم بزاف. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم باش ندعمونا ونزيدوا القدام، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.